في 21 من أبريل من عام 1986 وفاة الكاتب والسيناريست والشاعر المصري صلاح جاهين. تألق جاهين في مختلف أنواع الكتابة، فقد تميز في كتابة الشعر واشتهر بالروائيات الشديدة الإبداع. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. عجبي. كما كتب سيناريو وحوار بعض الأفلام السينمائية كفيلم شفيقة ومتولي، كما كتب العديد من الأعمال الفنية للأطفال كأوبرة الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر. كما كتب سيناريو المسلسل المصري الشهير هو وهي، يعتبر من أشهر رواد الفن المصرية، فقد أثر فن صلاح جاهين في وجدان وثقافة الكثير من الأجيال.